الدم لأنه بقى لحم فقط. أحسنت يا فارس الأكبر. وأنا كيف فاتتني هذا القصة؟ اسمع يا عيضة، تقدر تقطع رطل من لحم عيدروس دون خروج قطرة دم واحدة؟ ها؟ 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 ما قدر يا سيد القاضي، لازم يخرج دم. والله لو صارت قطرة دم من عيدروس لقتله. يا سيد القاضي، الفارس المنظم بغى يتحايل على القضية، بغى تنفيذ الحكم. والله أنا صدرت حكم وانصرتك من خصمك، الباقي عليك. فهل تقدر تقطع رطل لحم من عيدروس دون خروج قطرة دم واحدة؟ لا. إذن يتم وقف التنفيذ ويطلق سراح عيدروس بن محمد الكندي فورا. أسوأ من الموت. أنا ما يعجبني البنت لأجل هذا تدخل، لكن قل لي هل تستاهل زوجتك كل هذا التعب لحد إنك ترهل رطل من لحمك؟ زوجتي فتنة؟ زوجتي فتنة تستاهل أرهل لحمي كله، لأنها فايقة الحسن كاملة الأوصاف ورجاحة عقلها توزن آلاف من الرجال.